أنا حابب أحكي معك بموضوع يا خانو. تفضل شيخنا تفضل. مثل ما بتعرف يا أم بشير، أنا هلأ زلمة صفيان وحداني، حريمي الأربعة توفوا الله يرحمهم ويحسن إليه هون. أنا رايد أتزوج على سنة الله ورسوله. ما فهمت يعني أنا شو بقدر أخدمك شيخنا؟ بيقول عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي على سيدنا محمد، بيقول عليه الصلاة والسلام: لا عيب في الحلال. وأنا جاي أطلب إيد حضرتك، بتقبلي تتزوجيني يا أم بشير؟ لا والله والله يا شيخنا ما بعرف شو بدي أقولك. ما معلش لا تعطيني جواب هلا، بعدين بعدين على ميت مالك، بعدين باخذ الجواب. يلا أنا بالإذن، أنا بالإذن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مو، الشيخ عبد العليم طلب ايدك للجواز. ايه والله يا مو. وليش ما قلتي له مانك موافقه؟ والله ما بعرف يا هدى، هيك تلبكت واستحيت وما عرفت شو بدي جاوبه. ايه بس انا ما بقبل تتجوزي. يو، مين قال لك اني انا بدي اتجوز؟ يعني فكرت امزكي. تركيني من امزكي، واوعك ها اوعك تفتحي دمك بكلمه الها. حاضر. قال تتجوزي؟ قال لك مين قال بدي اتجوز؟ يي